نرى ألف وعشرون فرد الاسم العلمية جنس نباتات مزهرة من فصيلة العرونية أعطانيها في آسيا المدارية. الاسم العلمي من اليونانية القديمة ويعني الخشب القوي في إشارة إلى خشب النبات. تنمو أنواعه بشكل طبيعي من الهند إلى الصين وحتى ماليزيا. المراجع 1995 المحاررون وحيد صفحات 220 1226 مرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2013 اطلع عليه بتاريخ 29 مايو 2014 حفرد في المشاريع أشقيق صور وملفات صوتية من كومنز نوع من ويكي أنواعين.